يا مساء الفل، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وجبت شوية مشتريات صغيرتين كده، يا رب تعجبكم. تعالوا نتفرج عليها. ورمضان كريم، رمضان في مصر حاجة تانية، والسر عند رد. يلا بينا يلا بينا يا جماعة. أنا غيرت الرخامة بتاعتي، إيه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ أنا غلفتها مش غيرتها، تمام. هوريكم بقى شوية مشتريات كده في منتهى الجمال والحلاوة، أجواء رمضان بقى. وكل سنة وأنتم طيبين. بصوا الجمال يا جماعة، بوجو وتوتم بقى، وبصوا شوية شخللة. كل الناس بتجيب فراخ ولحمة وأنا بجيب شوية شخاليل، إيه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ كل سنة وأنتم طيبين. أنا مبسوطة جدا، أنا بحب الفيديوهات دي جدا جدا جدا، الترفيهية دي اللي هي إيه، بتروح تشتري حاجات كده على قد إيديكي في نفس الوقت، بس بتحسي بالبهجة. شوية بجد حاجات حلوة قوي أنا هوريها لكم بعد ما أعلقها. وجبت بقى شويه اطباق كده في منتهى الجمال والحلاوه للسلطه كده، هغرف فيهم الاكل عادي على فكره، دي شكليات تمام، كلهم بلاستيكات لان انا ما بيعيشليش اطباق خالص بسبب من بنتي مكه يعني، بس بجد شكلهم حلو قوي. بصوا الجمال ما شاء الله. اللي عايز يعرف الاسعار او جايباهم منين يكتب لي في الكومنتات وانا هقول لكم على طول. بصوا الجمال، جبت معالق بقى وجبت مصفى، وكنت جايبه طبقين كبار كده حلوين قوي، المفروضين للحاجات الحلوه، بس انا نسيت للاسف اوريها لكم. وجبت كمان البرطمانات الصغنطوطه دي، شكلها حلو قوي، كيوت قوي كده، وبرده سعرها رخيص جدا ومحندقه كده ما شاء الله. وجبت الطبق ده بقى عشان ايه، العجين بقى والافتكاسات ان شاء الله في رمضان كده. وكل سنه وانتم طيبين. وتعالوا بقى اوريكم بعد الزنا بعد ما علقتها في منتهى الجمال والحلاوه، بجد شكلها تحفه. بصوا اول حاجه دي شكلها قمر، كيوت خالص كده، وشكلها بجد مبهجه جدا ما شاء الله، اللهم بارك. ايه رايكم في الجمال؟ لا بجد تسلم ايدي اللي عملها. والاجواء بقى بتاعت ايه، زينه رمضان على الحيطه، ما كانتش كتير قوي ولا حاجه، بس بجد حلوه قوي، ودت للاوضه كده بهجه كده يعني، بجد شكلها لذيذ جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره بتشوفوني. وكل سنه وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد.